هذه الصورة أو الخارطة بالحقيقة هي المواقع الأثرية بالعراق. هذه تقريبا أخذت من عندي حوالي 4 سنوات من العمل المضني حينما كنت طالبا للدكتوراه في جامعة نيويورك. أخذت من عندي 4 سنوات حتى أجمع الداتا اللي موجودة بالعراق وأسوي أطلس رقمي وخارطة رقمية للمواقع الأثرية بالعراق اللي تقريبا مجموعها 17,000 تل أثري منتشرة في طول البلاد وفي عرضها من الشمال إلى الجنوب، وتمثل الحضارة العراقية بمختلف أطوارها بدءا من الألف العاشر قبل الميلاد وانتهاء بالعصور الإسلامية المتأخرة. تمثل تاريخ هذا الوطن والناس الذين عاشوا على هذه الأرض، وتسرد الحكاية التاريخية يعني كيف عاشوا وكيف استوطنوا هذه الأرض. مدن وقرى اندثرت بفعل الزمن ثم أصبحت عبارة عن أكوام من التلال الأثرية التي تستوطن تاريخ البشرية المدون والمادي وتحكي الكثير من الأسرار. في هذه الصورة مدينة أور الأثرية بعد اكتشافها في 20ات القرن الماضي، ويرى في الصورة المعابد والزقورات والأبنية. من بين 17,000 تل أثري في العراق للأسف لم يتم التنقيب إلا بما نسبته 3% منذ منتصف القرن 19 وإلى يوم الناس هذا. لم يجرى التنقيب العلمي إلا فقط بتقريبا 3% وأقل، وبذلك يعني هذه النسبة البسيطة من المواقع المنقبة أثبتت للعالم أن هذه الأرض، هذا الوطن، هذا الأرض التي تسمى العراق كان فيها طفولة العالم الأولى، وكان تاريخ العالم المدون يبدأ من العراق، وذلك باكتشاف الكتابة المسمارية التي تعد أول نظام كتابي معروف على وجه الأرض. ومن خلالها أيضا عرفنا أن قصة الخليقة، قصة الكون والإنسان قد صورت على مشاهد الفنية من سومر. فهذا الإناء النذري من الوركاء والذي يعود تاريخه إلى منتصف الألف الرابع قبل الميلاد يحكي قصة الخليقة العراقية التي تقريبا العقائد والأفكار والرؤى خلقت في هذه الأرض قبل الأديان البشرية المعروفة بآلاف السنين. اهتدى العراقيون منذ البدء على تفسير كيف عاش الإنسان ولماذا عاش الإنسان وكيف خلقت الأرض. في هذا الإناء النذري ملخص لحكاية البشر بدءا من المياه ثم النبات ثم الحيوان ثم البشر وبعد ذلك تأتي الآلهة. هذه المقدمات هي التي شكلت العتبة الأولى للأديان البشرية الحالية التي بالتأكيد هي اقتبست وأخذت من التراث الرافدياني الثر على الأقل فيما يخص العقائد والأديان والأفكار. ومن خلالها أيضا وصلتنا ملحمة قرقامش التي تمثل خلاصة الأدب العالمي والجهد البشري في أنها عالجت المشكلة الأزلية للبشرية التي هي الخلود والموت والحياة. اهتدى العراقيون على أن الجسد فاني وأن المنجز ما ينجزه للإنسان هو من يخلده على مر العصور، أو كما يقول النص ليس للإنسان إلا ما سعى. فتحنيط الأجساد والاهتمام بها والإطالة العمر هو ليس بالشيء المطلوب، إنما المنجز البشري هو من يخلد الإنسان في هذه الحياة. ثم في العراق أيضا نشأت أولى الإمبراطوريات والدول والحكومات وأولى المجتمعات المدنية المتحضرة التي كانت تقاد وتسير من خلال الشرائع ومن خلال القوانين التي سبقت العراقيون فيها العالم لآلاف السنين. من هذه الأمثلة مسلة الملك العظيم حمورابي والتي دونت في منتصف الألف أو في منتصف القرن 18 قبل الميلاد. وأيضا العراقيون اهتدوا إلى الجغرافيا والحساب والرياضيات والهندسة والفلك وأنتجوا أولى الخرائط للعالم. هذه الخارطة تعود إلى منتصف القرن 9 قبل الميلاد. صور العراقيون الأرض والأقاليم المعروفة في ذلك الحين، وهي تعتبر يعني أولى الخرائط المعروفة في تاريخ البشرية. ثم أيضا من خلال المدونات يعني اكتشفنا أن اسم العراق الحالي هو ربما يكون مأخوذ من الكلمة السومرية أروك والتي تعني الريف
أو أرض السواد والتي جاءتنا من خلال النص الآرامي طورت هذه الكلمة من أروك في السومرية إلى إيراقة بالآرامية ثم وصلت إلى النسخة العربية الحالية التي تسمى العراق. وهذا الموضوع هو الذي دفعني إلى أن أسمي واحد من أولادي باسم أروك. وفي العراق أيضا الموسيقى والفنون والآداب، وكان الأب يفتخر أن ابنه قد تعلم الموسيقى والحساب في المدارس، وهذا يدل على أن هناك مجتمع مدني متطور متحضر، حتى أن العراقي القديم كان يصف الهمجي والبربري بأنه الذي لا يعرف دفن موتى والذي يأكل اللحم نيئا والذي لا يمشي إلا وسلاحه معه. للأسف هذه الحضارة تعرضت إلى العديد من الانتكاسات والصدمات والتخريب على يد العصابات الإرهابية مرة ومرة على يد السراق. أولى الصدمات التي تلقاها التراث كان حينما تدخل النظام السابق الدكتاتوري في التراث العراقي، حتى أن صدام نقش اسمه على جدران بابل وبنى قصرا له فوق آثار بابل وفوق البقايا التي لم تنقب بعد، وبهذا فشلت بابل في أن تكون على لائحة التراث العالمي، وكانت هذه أولى الضربات الموجعة التي تلقاها التراث العراقي. ثم جاءت الضربة الثانية بعد حرب 1991 حينما عصابات من اللصوص والسراق والمهربين غزوا في المواقع الأثرية في جنوب العراق، وتقريبا ما نسبته 60% من المواقع الأثرية في جنوب العراق تعرض بشكل سافر للنهب، واستبيحت المدن ودمرت. وما ترونه هو ليس سطح القمر، إنما واحد من المواقع الأثرية في جنوبي العراق التي تعرضت واستبيحت و يعني دمرت بالكامل. واللصوص بالتأكيد هم يعني من الناس المحليين الذين تعرضوا إلى التجويع بالحصار الاقتصادي والحرمان والتجفيف الأهوار وإلى ما آخره من الضغوط الاقتصادية. وهذه القطع التي انتزعت من التلال الأثرية تباع يعني أبخاص بأثمان بخيسة، ثم تصل إلى المتاحف العالمية وإلى صالات العرض وتباع بآلاف الدولارات، وهي بالتأكيد خسارة لا يمكن أن تعوض. هذا الأمر حقيقة دفعني حينما كنت مديرا لآثار ذي قار في سنة 2003 في شهر نيسان 2003 أمام هذه الصورة البشعة وأمام هذه الهجمة الشرسة من السراق والنهاب، كان لابد من فعل شيء. فتطوعت للعمل بمفردي وأحيانا معي فريق من الزملاء في تأمين الحماية اللازمة للمواقع الأثرية من خلال التنسيق مع قوات التحالف التي كانت موجودة وأحيانا مع الشرطة المحلية العراقية، وتمكنا تقريبا من وضع السيطرة على المواقع الأثرية المنهوبة في الأرياف. وهذا الأمر لم يكن يعني كافيا، فسراق تداولوا ما معناه أن سرقة الآثار هي محللة وغير يعني محرمة، وتداولوها بينهم أنها أصنام وأنها آثار غير إسلامية ولا تعود للحضارة الإسلامية، فاستباحتها من الأمر الجائز. هذا الأمر دفعني أن أرسل فتوى إلى المراجع في النجف، وكان الرأي صريحا واضحا أن لا يجوز سرقة الآثار ويجب أن تعاد الآثار كلها إلى المتاحف. والشيء المهم في هذا الأمر أن لا فرق بين الآثار الإسلامية وغير الإسلامية من حيث الحرمة، كلها آثار محترمة وتراث عراقي يفترض أن يحظى بالرعاية والتأمين والحماية. وكان هذا الأمر يعني ردا حاسما على المتخرصين وأصحاب الأفكار الضالة. وهذا العملية قادتني إلى أن أعيد حوالي 30,000 قطعة أثرية منهوبة إلى المتحف العراقي في فترة 2003-2004-2005. تمكنت من إعادة آلاف القطع الأثرية التي كانت هي أيضا معدة للتهريب خارج العراق إلى المتحف العراقي. وأيضا بعد ذلك استكملت العمل في أن ساهمت في إصدار اللائحة الحمراء التي هي يعني جرد وتصوير للتراث العراقي المنهوب. وحينما كنت في نيويورك عملت مع اليونسكو على إصدار هذه اللائحة، ووزعت على جميع المطارات والموانئ في العالم حتى يتعرف شرطة الجمارك على هذه الآثار. ثم استكملت العمل
في مسح المواقع الأثرية في جنوبي العراق، وتمكنت مع الفريق العامل من توثيق واستكشاف حوالي 1200 تل أثري، منها ما يقع في البادية ومنها ما يقع في الأهوار. وللأهوار معي قصة، فقد نشأت وترعرعت في الأهوار وذاكرتي تمتلئ بمشاهد من الأهوار، فكان عملي في أن أوثق وأستكشف المواقع والتلال الأثرية، وتمكنت من إضافة حوالي 1200 تل أثري إلى خرطة العراق الأثرية. الصدمة الثانية كانت حينما وصلت الجماعات الإرهابية إلى العراق واحتلت أجزاء واسعة من شمالي غرب العراق من الموصل. وأينما تصل هذه الجماعات الإرهابية تقوم بتدمير التراث وتخريبه بسبي النساء وقتل الأطفال وتدمير التراث. حدث هذا في أفغانستان، ثم في مالي، ثم في اليمن ونيجيريا وليبيا وسوريا قبل أن يصل إلى العراق. وبدأت شرارة التدمير حينما دمرت الضريح العسكري في سمراء واستهدفت المنارة الملوية، ثم حينما وصلت داعش إلى الموصل والأنبار استولت على مجموعة حوالي 4000 تل أثري أصبحت تحت سيطرة داعش. وبدأت الأخبار تتوالى أن داعش قام بنهب الآثار واعتبرها المصدر الثاني للتمويل بعد النفط. في هذه الصورة مسجد أو جامع النبي يونس في تل التوبة في الموصل، مبني فوق مدينة آشورية، فهذه المدينة سرقت بالكامل من قبل داعش. وأيضا متحف الموصل تم سرقته، وأيضا المدن الآشورية المعظمة في نمرود ونينوى وخرسبات وآشور دمرت بالكامل. وطبعا التدمير أيضا شمل العديد من دور العبادة والأضرحة، ليس فقط للمسيحيين والأزيدية بل أيضا للمسلمين، والأبنية التراثية دمرت بالكامل. الآن يحدون الأمل في بعد تحرير الموصل أن نستعيد ونرمم ونعيد التراث إلى هيبته، ونقوم ب يعني إحصاء الضرر الحاصل في المواقع الأثرية وفي المتاحف. وبالتأكيد حان الآن للتراث العراقي أن يصبح على قمة الاهتمام الحكومي والشعبي من خلال يعني اعتماده كمصدر للإقتصاد، من خلال الجذب السياحي، وأيضا من خلال زيادة أو تعزيز الهوية الوطنية العراقية الرافدينية، أن نستظل جميعا تحت الخيمة الرافدينية الكبرى بغض النظر عن الأديان والأطياف. وأيضا أن يكون المنهاج المدرسي للمدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية يشمل على موضوع الآثار، ويفترض أن تقوم المدارس بتدريسها. الآن بدأت عندنا حملة للتنقيب في جنوبي العراق لأن الموضوع آمن، وهذا الذي بحقيقة جلبني أن أتي من نيويورك إلى الناصرية، اللي بدأ بالعمل بحملة تنقيب في مدينة أور. ويحدون الأمل في أن تزداد أعداد الفرق التنقيبية للرد على الإرهاب واستكشاف المزيد من المواقع الأثرية في جنوبي العراق وفي العراق بشكل عام. وأعتقد أن وضع الأهوار والآثار على اللائحة الدولية لليونسكو هو اعتراف من العالم بأهمية وقيمة التراث العراقي، لأن التراث العراقي بالحقيقة هو ذاكرة البشرية وطفولة العالم الأولى. والحفاظ على التراث العراقي بالحقيقة هو يعني مهمة ليست فقط عراقية، إنما هي مهمة دولية يفترض أن للمجتمع الدولي أن يساهم فيها، ويسند العراق من خلال دعمه لموضوع التراث الثقافي، تراث العراق، ذاكرة البشرية وطفولة العالم الأولى. شكرا جزيلا.